الرحيم وتحياتي لك ولكل المستمعين الأفاضل. قبل يومين تم استهداف رعاة الإبل غرب قضاء الحظر من قبل طائرات تابعة لطيران الجيش، وهؤلاء الضحايا هم مواطنين أبرياء لا علاقة لهم بأي تنظيم إرهابي، مجرد هم يبحثون عن مراعي للإبل في غرب الحظر. أحد الضحايا هو مواليد 1966، رجل كبير بالسن، والآخر مواليد 2001. هذا الذي أكدنا عليه سابقا ضرورة الاعتماد على مصدر المعلومات، عندما تكون المعلومة دقيقة 100% تكون النتائج إيجابية، ولا سمح الله عندما تكون المعلومة غير دقيقة هذه نتائجها يذهب ضحايا. أنا تواصلت مع السيد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، وكذلك مع السيد رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله، وكذلك مع الأخ اللواء الركن زيد حوشي مدير الاستخبارات العسكرية. وهناك الآن لجان تحقيقية تحقق بالموضوع. تم تدقيق أسماء هؤلاء الشهداء من قبل الأجهزة الاستخبارية، وثبت عدم وجود أي مؤشر أمني على هؤلاء وعدم انتمامهم لأي تنظيم إرهابي. نعم كل القطعات الماسكة للأرض أكدت أن هؤلاء مواطنين يوميا يعبرون من خلال سيطرات الجيش العراقي لا علاقة لهم، ويعرفونهم شخصيا لا علاقة لهم بأي تنظيم إرهابي نهائيا، وإنما كان المعلومة التي زودت إلى طائرات التابعة لطيران الجيش هي معلومات غير صحيحة وغير دقيقة، وهذه نتائجها. ولهذا طالبنا بفتح تحقيق، واليوم التحقيق لا زال مستمر لمقصرية المصدر الذي أعطى المعلومات الخاطئة بحق هؤلاء الأبرياء. وكذلك لابد أن يعتبروا هؤلاء شهداء من ضمن قانون